درب هنا في منتدى الشهيد صباح القرعاوي، عندنا لاعبين حازوا على اوسمه دوليه ومحليه والحمد لله شكر، اضافه الى انه تدرس موسيقى بالمنتدى، تعليم العود والكمان واساسيه المقامات والاساسيات، وهنا تقريبا يومين بالاسبوع اما بقيت الايام تدريب في القتال. شو اقول لك يعني، يقولون جمع بين النقيضين، شيء ما يشبه شيء. الرياضه هي يعني هوايتي من الطفوله، اضافه الموسيقى همات هوايتي، تعلمت انه على الالات الوتريه، احب الالات الصعبه، احب الالات الشغلات اللي صعبه بالحياه، تعلمت عليها والحمد لله وشكر. هسه انا عازف ومعلم في الموسيقى، فهي الموسيقى موقع لمعتها او الرياضه، اثنيناتهم حلوات يعني. الموسيقى نبدا اياها من الصفر حتى الاحتراف ان شاء الله، والرياضه كذلك. تعلمون المقامات، طبقات موسيقيه، تمارين الايدين، الريشه، المسكل، كذا، من هنا لحد ما يوصلون يعني المستوى اللي مطلوب ان شاء الله. دعم كل انديه ما جاي تدعم يعني، تصير بطوله يعني، هسه قاعات ما موفرين لنا، مكانات ما موفرين لنا، يعني بطولات تصير يعني ما يصرفونها يعني، يقول لك انا اصرف لك بدون مال، يعني تروح بطوله على حسابك الخاص. زين اللاعبين كلهم كسبوا اليوم، من يجيب هذا؟ بطوله تبقى 5 ايام 6 ايام بالشمال او بالبصره، يعني سكن، نقل، اطعام، يعني ما عندهم اللاعبين هالامكانيه، فاغلب اللاعبين ما يشاركون. نعم، اما بخصوص الفن يعني، يعني هم شوية نجف، شوية تعرف قدسية ما قدسية، يعني شوية نواجه صعوبة بخصوص هذا الموضوع. اليوم طبعا تعلمنا كيفية مسكة العود والتقسيم بالوتر والأدوات اللازمة للوتر، كيفية استعمالها أيضا، وطبعا احنا اليوم يعني اليوم الثاني بالأسبوع نتعلم العزف في القيتار والعود والموسيقى وكيفية الموسيقى واستعمال الموسيقى بالمضبوط يعني، وعلى يد المدرب الخاص خالد جواد.